السلام عليكم اعزائي المشاهدين اجواء حاره ورطبه نسبيا خاصه على المناطق الساحليه مع رياح شماليه غربيه متغلبه الاتجاه تتحول الى جنوبيه شرقيه خفيفه لما تزيد سرعه تتراوح سرعتها ما بين 8 الى 28 كيلومتر في الساعه وايضا الاجواء الرطبه نسبية مستمره معانا حتى مساء يوم الغد ان شاء الله تعرف على تفاصيل اكثر الطقس الحالي على مدينه الكويت اجواء حاره مع رياح شرقيه خفيفه سرعتها 5 كيلومتر في الساعه درجه الحراره الحاليه 44 درجه مئويه رطوبه نسبيه متدنيه نوعا ما 11% رؤيه افقيه جيده تزيد عن 10 كيلو صوره الأقمار الصناعيه توضح السماء صافيه وخاليه من السحب وتتاثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي مؤثر علينا وايضا مؤثر على شبه الجزيره العربيه الليله أجواء حاره الى حاره نسبيا مع رياح متقلبه الاتجاه الى جنوبيه شرقيه خفيفه لما تزيد السرعه تتراوح سرعتها ما بين 8 الى 28 كم كيلومتر في الساعه. درجات الحراره متوقعة في الساعه الثانيه منتصف الثانيه عشر منتصف الليل مدينه الكويت 35 درجه مئويه، مناطق الغربيه السالم والشقايه قد تصل درجه الحراره الى 23 درجه مئويه. مع بدايات ساعات الصباح الاولى الاجواء الحاره النسبيه مستمره معانا وايضا مع رياح شماليه غربيه الى متغلبه الاتجاه تتراوح سرعتها ما بين 10 الى 30 كيلومتر في الساعه. درجات الحراره متوقعة في الساعه السادسه صباحا مدينه الكويت 32 درجه مئويه، مناطق الساحليه ما بين 30 الى 31 درجه مئويه. باكر الظهر طقس شديد الحراره مع رياح متقلبه الاتجاه خفيفه السرعه تتراوح سرعتها ما بين 6 الى 26 كيلومتر في الساعه درجات الحراره العظمى المتوقعه في مدينه الكويت 45 درجه مئويه وايضا قد تصل جهراء والمطلع الى 50 درجه مئويه طقس شديد الحراره ابتداء من مساء الغد بالنسبه للمناطق الساحليه الاحمدي والخيران 44 درجه مئويه الاجواء البحريه بشكل عام خلال 24 ساعه القادمه جيده لممارسه اي نشاط بحري وايضا الحداقه وحاله البحر راح تكون خفيفه الى معتدل الموج وارتفاع الموج من واحد الى ثلاثه اقدام. المد الاول ان شاء الله في الساعه التاسعه و 12 دقيقه صباحا، المد الثاني في الساعه الحادية عشر 53 دقيقه مساء، بالنسبه للجزر الاول في الساعه الثالثه و37 دقيقه صباحا، اما بالنسبه للجزر الثاني في الساعه الخامسه و16 دقيقه مساء. المواقيت على حسب توقيت المحلي لمدينة الكويت موعد اذان الفجر في الساعه الثالثه وسبع وثلاثين دقيقه شروق الشمس في الساعه الخامسه و دقائق اما بالنسبه لغروب الشمس في الساعه السادسه 42 دقيقة الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمسة أيام القادمة إن شاء الله ابتداء من الغد ويوم الأربعاء طقس حار إلى شديد الحرارة على بعض المناطق مع رياح شمالية غربية إلى متقلب الاتجاه تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة العظمى متوقعة ما بين 48 إلى 49 درجة مئوية بالنسبة للصغرى ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية ابتداء من يوم الخميس حتى يوم السبت طقس شديد الحرارة ومغبر مع نشاط في الرياح الشمالية الغربيه قد تصل سرعتها الى 50 كم في الساعه مثيره الغبار على بعض المناطق في دوله الكويت وايضا من توقع انخفاض في الرؤيه الافقيه لذا النوى مرتادي الطرق السريعه انهم يديرون بالهم اثناء القياده. درجات الحراره اعزائي المشاهدين في ارتفاع نسبي ابتداء من يوم الخميس قد تصل العظمى الى 49 و50 درجه مئويه يوم الجمعه بالنسبه للصغرى متفاوته ما بين 32 الى 34 درجه مئويه. اعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعه والان درجات الحراره حول العالم.